بصوت يلامس الروح قبل الأذن، ترانيم تعلو في السماء تبث السلام في قلوب سامعيها وتناجي الرب أن تحل المغفرة والسلام. الترانيم إيقاع صوتي يخاطب قلب المؤمن. اليوم رح نتعرف أكثر أيضا ونسمع تراتيل القيامة من ضيفنا المرنم ليفون عبرجيان. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. فصح مجيد، انعاد عليك يا رب كل الخير والمحبة والسلام. حاولنا بالمقدمة مثل ما قال زميلتي سلمى اليوم أن نوصف حالة الترنيم، لكن حابين نعرف من حضرتك بالتفصيل، نتعرف على الترنيم ومعاني. هلأ نحن بشكل عام في مقولة بيقول أحد القديسين، بيقول من يرنم يصلي مرتين. هذا الحكي شو معناه؟ هذا الحكي معناه أنه نحن المرنم أو الجوقة، تمام، المرنم هو عضو من الجوقة. في دور نحن بالأداديس بالصلوات، في بيكون في دور للكاهن ودور للشعب، ولكن اليوم هيدي الألحان والتراتيل والصلوات مين بده يقولها بشكل منغم؟ المرنم. فإذا المرنم هو مرة عم بيصلي عن حاله ومرة عم بيصلي عن الشعب، فبالتالي قديش هيدا المرنم لازم يكون شخص روحاني وشخص قريب من ربنا لحتى يقدر يوصل هي الرسالة بشكل صح. فإذا هذا هو الترنيم، وهذا دور المرنم أنه ينقل هذا الشيء عنه وعن الشعب بنفس الوقت. أكيد باعتبار هاي المهمة مهمة كتير كبيرة، اليوم بدي أسألك، هل في صفات معينة يجب أن يتحلى فيها المرنم؟ هلا بالتأكيد المرنم أكيد الصوت شيء مهم، شيء أساسي، الصوت، المعرفة الموسيقية، ولكن الأهم من هيك أنه اليوم نحن ما عم نغني غنى، ما لنا بمكان نحن بطرب وإلى آخره، نحن اليوم بمكان نحن عم نصلي، فبالتالي أكيد المرنم لازم يكون إنسان روحاني تقي، ابن كنيسة إلى آخره، شو هي الصفات أكيد لازم تكون موجودة لحتى يوصل هي الرسالة بشكل صح. أكيد الصوت هو شيء مهم وشيء أساسي، ولكن بنفس الوقت بده يجي المرنم لحتى يصلي، مو بس لحتى يقول أنه أنا صوتي حلو وأنا بعرف غني. نعم، ممكن نسمع من حضرتك ترتيلة للفصح المجيد. تفضل. المسيح
المسيح قام من بين الأموات دائسا الموت بموته والذين في القبور مناحهم الحياة شكرا لك. يعني دائما في هيك صفة روحانية للترانيم. خلينا نحكي اليوم عن هي الوظيفة اللي حضرتك عم تقوم فيها، قديش يمكن بتحس في عليك مسؤولية وانت عم تحمل صلوات الناس وصلاتك ايضا بالكنيسة لما بترنم، وقديش بتحس هي في إلى قرب بينك وبين الرب؟ بالتأكيد هي بالنهاية شغلة معنا سهلة. اليوم نحن عم نعيش بضغوطات، عم نعيش بأزمات وإلى آخره، فبدنا نجي نحن على هالكنيسة بهي الساعة، نحن بدنا نعتزل عن العالم كله وبدنا نفوت بهذا الجو الروحاني. هي شغلة معنا سهلة أني أنا أجي وأنسى كل شيء وركز بهي الساعة، ولكن قدر الإمكان عم نحاول نحن نفوت بهذا الجو، نحس بالكلام المكتوب يعني لحتى نحن نقدر نوصل هي الرسالة صح. نعم، قد ايه بتحس انه اثناء الترنيم ممكن تعتزل يمكن كل هي المنغصات يلي حوالينا وكل هي الظروف الصعبة الخانقة يلي كل شخص فينا متأثر فيها، نهرب الى الجانب الروحاني الى عوالم اخرى اسمى وارقى؟ تمام، ما هو الترتيل بيعطي سلام داخلي. يعني اليوم نحن بنجي بنرتل كثير مرات، يعني هذا اللحن خاصة اللحن البيزنطي هو لحن فريد، يعني يمكن ألحان تانية في لها ألحان شبيهة بالأغاني وإلى ما شابه، بينما الألحان البيزنطية هي ألحان فريدة جدا ما بنسمعها غير بالكنيسة، فبالتالي فيها روحانية عميقة. اليوم نحن عم نجي عم نسمع عم نحلق إلى السماء، فبالتالي أكيد هدول الألحان لحالهم هن بيعطوا راحة نفسية واتحاد مع الخالق. أكيد كمان خلينا نحكي اليوم قد ايه في ترتيل بتختلف طبعا تبقى للمناسبات. نحن هلا سمعنا ترتيله من ترتيل القيامه، خلينا ايضا نحكي عنها، واذا في مجال سمعنا ايضا ترتيله من ترتيل القيامه. تمام، هلا بشكل عام هيدي الفتره هي فتره الفصح والاسبوع العظيم اللي بيجي قبل الفصح هي اكثر فتره فيها ترتيل بالسنه، وخاصة نحن بالطقس البيزنطي أفخم التراتيل خلينا نقول وأهمها هي موجودين بهالفترة. فمن شوي أنا أديت ترنيمة اسمها هو ذا يوم القيامة، هي بتنقال بصلاة الفصح صباحا باكرا، بنسميها صلاة الهجمة، بنصلي فيها بنقول فلنصفح عن بعضنا بعض، يعني خلينا نسامح بعض ونفوت ونقول كلياتنا نعيد مع بعض ونقول المسيح قام. هلا الترنيمة الثانية اللي رح سمعكم اياها هي اسمها إن الملاك تفوه نحو المنعم عليها، هي الملاك عم ببشر العذراء وعم بخبرها عن قيامة المسيح. الناس إن الملاك خاطب أيتها الناقية
افرحي وأيضا أقول افرحي لأن ابنك قد قام من القبر في اليوم الثالث. استنيري كثير لإلك. وبالختام نتمنى توجه كلمة، توجه معايدة لكل السوريين الصابرين الصامدين رغم كل هي الظروف الصعبة، شو بتحب توجه لهم كلمة؟ بداية بدنا نعايد الجميع، نقول المسيح قام. نحن هاي الكلمة ما منقولها بس لمجرد المعايدة، نحن يمكن كل حدا بيتوفى خلال السنة نحن منقول المسيح قام، إنه نحن أبناء القيامة. فبالتالي مثل ما المسيح تألم وصلب ولكنه قام، نفس الشيء. ما في بعد الظلام إجباري بده يجي النور، بعد هالأيام الصعبة إجباري في عنا أيام حلوة رح تجينا. نحن اليوم أكيد منعايد الشعب السوري كله، نتمنى أيام حلوة، أيام سعيدة، السلام والاستقرار وإلى آخره. ونرجع منقول المسيح قام حقا. شكرا لك وفصح مجيد، شكرا لك.